لعب روش. إذا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا راني هنا واقفة قدامك وكملت، أنت تقدري وتكوني خير مني. وشتي كاع المشاكل هادوك، والله العلي العظيم لو كان انت ما تكونش عندك الاراده والقوه والعزيمه وتكوني كابابل وتكوني فحله وقد روحك، ما حتى حاجه في حياتك ما حتسقب. من الاخر انت المسؤوله على كل حاجه، على كل حاجه. كل واحد واش دار ربي امتحان في هذه الحياه، يا تكسبتي الامتحان تاعك خدمي فيه وتنجحي، يا تروحي ترقدي وتردو بلي تقعدي غير تردو بلي. ربي سبحانه يمد معارك الكبرى لأقوى جنوده. إلا كنت جندية قوية راح تستمري. شوفي الحياة ما تستنى حتى واحد، ما راحش تستناك، صدقيني ما راح تستناك. إلا راكي تخمي باش تديري حاجة وفلان وفلانة لوش يقولوا لو كان ندير هذيك الحاجة وما نعجبهمش وما يرضوش عليا ولا رام يقولوا عليا ولا، اقعدي تخمي فيهم، صدقيني غير هما الاولين اللي يروحوا يخلوك في المصيبه الاولى، هما الاولين اللي يغلقوا عليك الباب وما يزيدوش يشوفوا فيك ولا عيطونك. هاوتشي هاي عيني لا تخمي في الناس واش يخمو فيك، الناس راهي تبدع وتافونسي وانت مازال كتخمي في فلان واش راح يخمم فيك كي ديري الحاجه اللي تحبي. نوضي 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 نوضي. الا انا قدرت وراني نهضر ونضحك وتسامحت وتصالحت وفريتها ووزنت طاقتي وافونسيت، انت تقدري خير مني. نودي نودي نودي، ارمي على روحك الغبره كنفضيه، ونودي جيبي لا ليست هكا نستفوا فيها شويه العباد اللي ما ندهوش معنا 2022. ما كان له رحلتكم تنتهي في كوكب 2021، ما كاش وين تروحوا معنا. التوكسيك خلينا منهم، كل حاجه توكسيك راكي راهي في حياتك تخلصي منها. غلقي الباب وبداي بلانينغ، واش راح ندير واش راح ندير واش راح نافونسي واش لازم نسقم واش لازم ندير لروحي، باسكو واحد ما حيخمم عليا نهار نجر، واحد ما حيوكلني ونهار نبكي، واحد ما يجي يمسح لي الدموع. نوصيكم حاجه، حذاري ثم حذاري تعمروا قلبكم بالكره ولا الحقد على انسان. اللي تحب تخرجوا من حياتك خرجوا، بصح ما تحقد عليه ما تكرهوا. هذه نصيحه باش تعيشوا في سلام داخلي، ما تحقد ما تكره ما تنمم ما تقطع رزق الناس، ما تروح دير المشاكل في الظهر. ما عجبكش بنادم ما ارتحتلوش دار لك المشاكل واجهه اغلق الباب والسلام عليكم، وهنا تنتهي الحكاية. خمم في روحك، وزني طاقتك، أرفعي 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 الإيجابية في الحياة، أرفعي خممي غير في اللي تخويك بوزيتيف في الدنيا، ما تخميش في النيجاتيفيتي، باسكو الحاجة اللي تركزي فيها تزيد، أين كان تركيزك سوف يزيد. خمي في الحاجات الملاح باش يجو. وانتوما اللي كنتوا تبعتوا لي رسائل لا تنتهي تاع الحب والدعم والدعاء وكاع الحاجات الشابين، مش حقكم على راسي من الفوق، نديركم في عينيا ونمشي وقليل عليكم. ربي خليكم ليا، فخر ليا ان يكون عندي ناس كيما نتوما تبعني وتحبني وتآمن بيا وتآمن بوش نقول. نتوما فخر ونعتز بكم قدام كامل الناس، نقولهم وحده ما عندها توعي الاخر. وحدكم، ربي خليكم ليا وينصركم على كل حاجة ويرزقكم الخير واليسر والبركة والوفرة والرزق والدرية، ويرزق كل وحدة فردا فردا بأسمها كما راهي حابة وناوية. إن شاء الله 2022 عامنا، عام المجد، عام التغييرات الكبرى، عام الإبداع، عام الإنجاز على أرض الواقع. إن شاء الله ربي يعطيكم الخير وتهلاو لي في روحكم بزاف، إن شاء الله كتخفيف عليكم. باي باي.